إذا مات الميت تخرج روحه من الملائكة؟ هل عندما ترجع روحه عند السؤال ملكين؟ وترجع روحه يعني وهو في فراشه، يعني عندما يقبضها الملائكة، ملائكة الموت، عندما يقبضها ملك الموت ثم يأخذها منه ملائكة الموت ويصعدون بها إلى السماء، فإن كانت صالحة قال أعيدها إليه، وإن كانت طالحة أيضا أعيدها إليه، فهي تعود إلى الميت في جسد قبل أن يحمل. والشاهد أن هذا يكون قبل الذهاب، قبل الدفن، ترجع الروح إليه مرة ثانية.